اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واحمي حوزة الإسلام، واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشيدا يعز فيه أهل الطاعة، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك، واجعل أعماله الصالحة في رضاك، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين.
اللهم وألبسه وولي عهده لباس الصحة والعافية، اللهم ألبسه وولي عهده لباس الصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة، اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق، اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والقلة والعيلة والغفلة، اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وإذا أردت فتنة في قوم فاقبضنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم نعمة الأمن والاستقرار في بلادنا. اللهم من أرادنا وأراد ألفتنا بشر فاصرفه عنا، اللهم ورد كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك ولو حرصنا، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.